احبك وححبك وراح احبك على طول، مش قادر ونسيتك زي هلا. فهمني يا ابو دياب، لامتى بدي ضل مثل القطرش بالزفه؟ شو بدك تفهمي يا ابو دياب؟ امتى بدك تجيب لي وحده تساعدني بشغل البيت؟ ليش، شو عم تشتغلي انت؟ خزيت العين عنك، ما عم تشتغلي شيء. هلا كل هالشغل مو باين معك؟ لا مو شيء هيك، بس كاني ملاحظ انه ما عم تمدي ايدك بهالبيت على شغله. هلا انا ما بمد ايدي على شغله؟ ستي ولا تمدي ايدك، شو هالهم يعني؟ هي عندك ام صالح وام ناظم بيشتغلوا عنك كل شيء. ولو ما بيكفوا. هلا تنتين نسوان عم يحوصوا بين ايديك طول النهار، ما بيكفوا يا ام دياب. طبعا، لانه ام صالح دوبت لحق مساوات شاي وقهوه وارجيل لضيوفك، وام ناظم متفرغه للغسيل والطبخ، بقى بدي وحده ثالثه مشان المسح والتعزيل. مو كتير هيك يا ام دياب؟ لا يا سيدي مو كتير، يكون بعلمك انه ام فهد عندها 4 نسوان تحت ايديها عم يخدموها، وهي مرت زعيم حاره تشتوش، لا راح ولا اجا. والله العظيم بهي معك حق، يعني اذا ام فهد عندها 4 نسوان انت لازم يكون عندك 5. ولهالشي انا من بكره راح ادبر لك 3 نسوان تحت تقطيع الارض. ولو تكرم عيونك يا ام دياب، يعني اذا كان العز ما بيلبق لك الك، لمين بده يلبق لك؟ لا بين الشوحة مرجوحة ولا أبو بريص وبقاب. يلا خليني إياك يا رب يا أبو دياب، وينصرك على حالة الخمس نزلات يا حق.